وعمر مكرم وبمحيط جامعة الدول العربية وكوبري قصر النيل، بالإضافة إلى تمركز تشكيلين قرب ميدان سيمون بوليفار بمحيط السفارة الأمريكية. كما نشر الجيش آليات عسكرية وحواجز أسلاك شائكة بشارع الطيران وشارع النصر، وأغلق كافة الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان. وفي السويس قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في اشتباكات بين عناصر تنظيم الإخوان ومعارضين في منطقة ترعة بمحافظة السويس. كانت الاشتباكات قد اندلعت داخل عدد من المناطق السكنية بمدينة صباح وميدان ترعة بالسويس، استخدمت خلالها الأسلحة النارية. وقد اتهمت أسرة الطفل القتيل تنظيم الإخوان بقتل الطفل خلال الاشتباكات. وقعت مناوشات بين مواطنين ومشاركين في مسيرة أنصار تنظيم الإخوان بمنطقة العصفرة شرق الإسكندرية، وتدخلت القوات الأمنية المشتركة للجيش والشرطة لضمان عدم وقوع اشتباكات وتمشيط المنطقة، في حين تفرقت المسيرة إلى الشوارع الجانبية. في غضون ذلك خرجت مسيرة نسائية من أنصار تنظيم الإخوان، رفعت المشاركات فيها شعارات اعتصام رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، مرددين الهتافات الرافضة لخريطة الطريق. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من محافظة الإسكندرية مراسل النيل محمد تماوي. محمد، صف لنا طبيعة الأوضاع في محافظة الإسكندرية الآن. يعني الأوضاع هدأت بشكل كبير في الإسكندرية يعني بعد عدة فعاليات اليوم. يعني إذا بدأنا بالفعاليات المؤيدة لخريطة الطريق التي نظمها يعني أنصار خريطة المستقبل في عدة أماكن الإسكندرية لأول مرة، جرت العادة أن تكون هذه الفعاليات في محيط مسجد القائد إبراهيم، ولكن اليوم انتقلت إلى عدة مناطق أبرزها كان في محيط مسجد سيدي بشر شرق مدينة الإسكندرية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني فيما يتعلق بمسيرات تنظيم الإخوان المسلمون، كانت هناك ثلاث مسيرات، اثنان منهم كانوا عصر اليوم وحدثت بهم اشتباكات بمنطقة الرمل منطقة بكوس، وأخرى بمنطقة العصفرة قبلي حدث اشتباكات بين أنصار تنظيم الإخوان المسلمون، وكانت عددهم ليست كبيرة، وأهالي هذه المناطق تصدوا لهم وحصلت مشاجرات، تدخل الأمن وفرق المتظاهرين. وآخرهم كانت يعني مسيرة بمنطقة جناكليس شارع طريق أبي قير بالإسكندرية، وتدخل الأمن وطلب من يعني الذين يسيرون المسيرة أن يتوقفوا ويتفرقوا، ويعني وبشكل أو بآخر بعد أن حاوطهم الأمن من كل اتجاه تفرقوا في الشوارع الجانبية وانتهت المسيرة. هذه أبرز الفعاليات في هذا اليوم. لكن محمد، ليس هناك إصابات من أسلحة نارية؟ لأنه بعض الأخبار المتواترة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما أشارت إلى هذا، فما مدى صحة هذه الأخبار؟ يعني في اشتباكات بمنطقة بكوس ومنطقة العصفرة، سمع دوي إطلاق نار من طريق الخرطوش، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لم تسجل بشكل رسمي وقوع إصابات في مستشفيات حكومية. كما تعلم أن ما يتم تسجيله بالفعل هي ما يسجل في مستشفيات حكومية أو ما تنقله سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة. حتى هذه اللحظة لم نبلغ من أي جهة بوجود إصابات، وإن كان شهود عيان قد سمعوا، وقد سمعت بنفسي أيضا في أحد هذه الاشتباكات بالتحديد في منطقة بكوس دوي إطلاق رصاص خرطوش، ولكن لم تسجل إصابات يعني كما يعني أوضحت سالفا. نعم، شكرا جزيلا مراسل النيل محمد تماوي متحدثا إلينا من الإسكندرية. وفي الفيوم قامت جماعة الإخوان بتنظيم عدد من المسيرات المحدودة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد للمطالبة بعودة الرئيس المعزول. حمل المتظاهرون لافتات المطبوع عليها علامة رابعة ورددوا الهتافات التي تؤكد مطالبهم، كما نددوا بأحداث العنف التي شهدتها المدينة الطلابية بجامعة الأزهر. معي من الفيوم مراسل النيل منتصر نظر. منتصر، ما زال الوضع لديك على نفس هدوئه؟ نعم، الوضع هادئ جدا
في محافظة الفيوم. نعم. ولم نشهد مسيرات سوى المسيرة التي قامت عقب صلاة الجمعة لجماعة الإخوان المحظورة وأنصارهم، والتي خرجت من مسجدي عبد الله وهبة ومسجد أبو داود ومسجد الشبان المسلمين في مدينة الفيوم، وتم الحجز لها من مختلف القرى والمراكز المجاورة لمدينة الفيوم. ثم جابت هذه المسيرة عدد من الشوارع والميادين الرئاسية في مدينة الفيوم، حاملين معهم صور الرئيس المعزول، ونددوا هتافات ضد الجيش والشرطة، وطالبوا على حد قولهم بالشرعية، ونددوا بالأحداث التي وقعت مؤخرا في جامعة الأزهر. على جانب آخر، نزلوا أيضا صباح اليوم جماعة الإخوان وأنصارهم في مركز يوسف الصديق سلسلة بشرية ضد ما اسمه بالانقلاب، وطلبوا بعودة الرئيس المعزول، وقالوا ان هذه السلسلة هي احياء لذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصامي ربع والنهضة. ورفع المشاركون في هذه السلسلة صور للرئيس المعزول وشعارات ربع. نعم، اشكرك جزيلا منتصر نضر من الفيوم. نظمت جماعة الإخوان المحظورة وأنصارها بالمنيا عددا من المسيرات المحدودة عقب صلاة الجمعة لرفض محاكمة الرئيس المعزول والإفراج عن جميع المحبوسين، وردد المشاركون بالمسيرة هتافات ضد الجيش والشرطة ورفعوا صور مرسي. كما نظم أعضاء تنظيم الإخوان مسيرة بوسط مدينة قنا، وشارك فيها عدد من السيدات، ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصور الرئيس المعزول وصورا لضحايا أحداث المواجهات الأخيرة وشعار رابع العدوية، مرددين العديد من الهتافات المؤيدة للشرعية وأخرى مناهضة لقوات الجيش والشرطة. وللمزيد من الرصد والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة المنيا مراسل النيل هناك أحمد رفعت. أحمد، تحياتي أولا، وأرجو أن تصف لنا مشاهد اليوم في محافظة المنيا. نعم، أحييك. اليوم خيم الهدوء على محافظة المنيا بمختلف مراكزها في الساعة الأولى من الصباح، رغم دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للنزول إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة. جاء ذلك حيث شهدت شوارع المنيا سيولة مرورية بسبب فتح الطرق السريعة أمام مراكز الشرطة ومديرية المنيا ومبنى المحافظة. انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة عدة مسيرات الإخوان من مسجد عمر بن الخطاب جنوب مدينة المنيا وعدة مراكز أخرى عقب صلاة الجمعة. على صعيد آخر، أعلنت جبهة 30 يونيو المنيا عن إقامة سرادق للعزاء الشعبي في ضحايا مواجهة الإرهاب الأسود من أبناء مصر رجال الجيش والشرطة البواسل. طلبت الجبهة أبناء محافظة المنيا بالمشاركة في ذلك العزاء والذي سوف يقام أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بجوار فندق أحد الفنادق الكبرى غدا مساء السبت. قال البيان الذي أصدرته الجبهة اليوم أنه نظرا لما تمر به البلاد من خطر الإرهاب العدو الأول لمصر وشعبها الذي يهدد استقرارها ويحاول بشكل تنظيمي ممنهج النيل من مؤسساتها الأمنية التي أعلنت التحدي لمواجهة الإرهابيين وحماية أعراض ومقدرات مصر وشعبها المتطلع إلى الاستقرار، لا سيما بعد أن صرخت نداءاته في الميادين طالبا الحرية والكرامة ودولة القانون. اليوم أيضا قام وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة لمحافظة المنيا والتي استقبله خلالها اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، وأكد على احترامه الكامل لاختيارات الشعب المصري في المرحلة الحالية ومساندته للمصريين في مرحلة التحول الديمقراطي وخريطة الطريق. قال الوفد أن الاتحاد الأوروبي سوف يكون متواجدا خلال عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدين على ثقتهم في اختيارات الشعب المصري لمن يمثلهم ويحقق أهداف ثورتهم. نعم، شكرا جزيلا. نعم، مراسل النيل أحمد رفعت متحدثا إلينا من المنيا. وننتقل لمتابعة الأوضاع في السويس مع مراسلنا إيهاب ويليام. إيهاب، تداعيات مقتل الطفل الذي سقط أثناء الاشتباكات مصابا بطلق، تعتقد أن تداعياتها وضحت حتى الآن في شوارع السويس؟ علمنا أن أسرة هذا الطفل اتهمت تنظيم الإخوان بقتل طفلهم. يعني بالتأكيد طبعا، يعني شهود عيان ابتدوا استخدام أنصار الرئيس المعزول للرصاص الحي وللخرطوش، الأمر اللي أدى لإصابة الطفل سمير أحمد مصطفى البالغ من عمر 10 سنوات برصاصة في الرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى السويس العام حيث لفظ أنفاسه.
لم تتمكن الإسعافات للأسف اللي قدمت له من إنقاذه نظرا لإصاباته الخطيرة. بالفعل ترددت أنباء وتم تحرير محضر في قسم شرطة الأربعين يتهم أو أسرة الطفل بتتهم رسميا جماعة الإخوان بأنها السبب في مقتل ابنهم بما يحملونه من أسلحة تم استخدامها خلال هذه التظاهرات. الحقيقة الأحداث كانت بدأت عقب صلاة الجمعة اليوم عندما خرجت مسيرة لأنصار الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان من محيط مسجد حمزة بن عبد المطلب. رددت كالعادة الهتافات والشعارات اللي بيتطولوا فيها على القوات المسلحة والشرطة. هذا الأمر نجم عنه تطور للأحداث واشتباكات حادة مع المواطنين بدأت في حي فيصل واستمرت حتى ميدان الترعة ومنطقة أول السور. اضطرت قوات الأمن الحقيقة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لوقف الاشتباكات وتفريق المتظاهرين. هذه الاشتباكات تم فيها تبادل الرشقة بالحجارة وزجاجات المولوتوف واستخدمت فيها الطلقات التي أدت بالفعل إلى مقتل الصبي القتيل. أيضا أدت هذه الاشتباكات إلى 4 إصابات تم إسعاف 3 منهم نظرا لسطحية الجروح، بينما هناك حالة يجري إسعافها حاليا لأنها مصابة أيضا بطلق خرطوش يعني ربما يتم نقلها إلى خارج السويس وربما يمكن إسعافها في المحافظة. الساعات القادمة هي التي ستؤكد ذلك. نعم، لكن الوضع الآن بالتأكيد يعني على أي الأحوال إن الوضع الآن مسيطر عليه تماما سواء من قبل عناصر الجيش الثالث الميداني اللي متواجدة بكثافة في أنحاء محافظة السويس أو قوات الأمن والشرطة اللي بتجوب دورياتها الراكبة عدد من الميادين والأحياء. تفرقت كل التظاهرات، ليس في الشارع سوى الحركة الطبيعية الآن، بينما يتم تكثيف التواجد أيضا في العديد من المداخل والمخارج لمحافظة السويس لمنع تسرب العناصر الإرهابية القادمة من سيناء وغيرها إلى المحافظة. أشكرك إيهاب ويليام من السويس. تفقد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي قوات وعناصر التأمين في مناطق العريش والشيخ زويل، كما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 6 من العناصر المشتبه بتورطها في القيام بأعمال إرهابية ضد